طب الدين هيتني طول عمره كده، لانه دول الناس بيدافعوا عن مصالحهم. انت عاوز من امام الجامع يقول ايه غير انه عاوز يتحكم في حياتك ومماتك واكلك وشربك والست وعادتها والميراث؟ هو ما حب معاليه ان يبقى المهيمن عليك كله. ده لازم ينتهي يا دكتور. مش هينتهي الا اذا المجتمع حجمه. طيب. ان قل عدد اللي يروح يستفتوه. كلما قل عدد اللي ياخدوا الفتوى ده حلال ولا حرام، كلما ده ممكن اعمله مؤشر للتقدم. انا اتغصت جدا اما لقيت دار الافتاء من 3-4 ايام مطلعه فتوى بان تهجير الناس بتوع رفح من بيوتهم حلال. يا خبر اسود، انت مالك حلال ولا حلال ايه وحرام ايه؟ ده ضرورات امنيه، واحد بيجيب لك ارهاب ومتفجرات بتقول له انزح من هنا شويه علشان اطلع المجرمين. دي محتاجه فقيه يفتي حلال ولا حرام. انا اذكر انا عشت في المجتمع الغربي مره على بعضيها كده حوالي 12 سنه، وكنت عايش هناك طبعا محدش بيجيب سيره الدين خالص، والناس ماشيين مبسوطين خالص، والكنائس كانت تحولت لمراقص تقريبا. كنت بالليل كده فوت على كنيسه الاقي فيها ديسكو، فاقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا عشان نجيب الشباب. والله العظيم كنت اسال قصص والنبي، كنت اسال قصص. ادخل من باب فايت على الكنيسه الاقيها بقى الديسكو، طبعا حاجه لافته للنظر جدا. فحاول ادخل كده ادور اتفرج على البنات اللي بيرقصوا، ده جزء من اللعبه، وبعدين ادور على واحد من القسيسين اللي بيبقوا دايما قاعدين كده واقول له الحفله اللي جوه دي، فيقول لي سينيور عاوزين جذب الشباب لنا عن طريق الديسكو. وده في طريق خطاب الدين عندك؟ نعم. أدار. انت عاوز المساجد تبقى ديسكو؟ لا ده انت تبقى طموح قوي. لا مش عايزين كده. لا انا تعرف عاوز المساجد، عايزين الخطاب الديني يسيب. انا عاوز المساجد تعرف عاوزها تبقى ايه؟ مكتبات. صح. زي ما كان الزمان. ولذلك اما الاهبل اللي اسمه السادات طلع القانون بتاعه ان هو اللي يبني عماره وياخد حته من الجراج يعملها مصلى، العماره تعفى من الضرائب. طبعا كل الناس ربوا دقنهم عشان يعفوا من الضرائب. اني دين ده اللي ياخدوه وسيله للاعفاء من الضرائب؟ كان ناقص القانون ده بس يطلع زاويه بس يبقى فيه مكتبه، ومكتبه مش دينيه، مكتبه يبقى فيه روايات فؤاد انديل، ويبقى فيه نسخ من اولاد حارتنا تبقى ثقافيه يعني، شفرات النص مثلا.